السمنية. السمنية من الحلويات الشعبية اللي موجودة في بورسعيد، اللي بتلاقوها موجودة مش في محلات ولا حاجة، ممكن حد واقف بعربية كده بيعملها وعليه إقبال ما شاء الله جميل جدا. لازم نروح بورسعيد، أو لما نروح بورسعيد لازم ناكل منها. تعالوا بينا نقول مع بعض مقادير السمنية. على فكرة سهلة جدا وطعمها حلو قوي قوي، إن شاء الله تجربوها وتعجبكم. عندنا النهاردة في المقادير 3 كوبايات من الحليب السائل، 3 كوبايات ميه، كوبايه سكر، ربع كوبايه لبن بودر، وعندنا كمان كوبايه دقيق وثلاث ارباع كوبايه دقيق سيمولينا او دقيق السميد اللي هو بدون اي اضافات، ربع كوبايه سمنه بلدي، رشه فانيليا، رشه ملح، وعشان نقدم السمنيه هنحتاج رشه سكر بودر. تمام، هنقدمها بالسكر البودر. المقادير سهله جدا، وتعالوا بينا بقى نجيب حله. والحله دي هنبتدي نحط فيها المية ونحط فيها اللبن. عندنا 3 كوبايات من المية دول كده، ولغاية هنا كده كوباية زي الفل، والحليب، وتعالوا يلا نرفعهم على النار علشان يبتدوا يغلوا. كنا حاطين على النار اللبن والميه، 3 كوبايات ميه 3 كوبايات لبن. هناخد بقى السكر، السمنه، ويلا نضيفهم على المزيج اللي على النار. بسم الله الرحمن الرحيم، ادي السكر، نقلب بقى، وكمان السمنه. احنا حطينا دلوقتي السكر والسمنه، هنسيبهم يسيحوا والموضوع كله يغلي مع بعضه. معانا الدقيق والسيمولينا وكمان اللبن البودر عشان ننزل بيهم، والفانيليا. تمام، طيب على بال ما ده يتظبط معانا ويخلص، عايزه اوريكم شكل السمنيه. احنا طبعا بعد ما بنخلص الموضوع اللي على النار ده كله، اللبن والميه مع السمنه والسكر يغلوا كويس، هبتدي انزل حاجات البودر كلها اللي هي لبن بودر والدقيق ودقيق سميد، واقلبهم لغايه ما يبقى معايا الخليط عامل كده زي المهلبيه التقيله شويه. هجيب صينيه مقاس 28، هدهنها سمنه وافضي خليط السمنيه فيها بالشكل ده، واسيبه يبرد تماما. لازم تبرد خالص خالص، يعني تقعد 3 4 ساعات لغايه ما تبرد، وبعد كده بدهن وشها بسمنه واروح مدخلاها الفرن على درجه حراره 180 على الرف الوسطاني لغايه ما تاخد لون ذهبي. تمام، تعالوا ندهنها كده بالسمنه. كل ما السمنه طبعا كانت حلوه كل ما النتيجه بتبقى روعه. طيب انا حطيت كده دقيق السميد، تمام، حطيت اللبن البودر، وادي الفانيليا، احط كمان الدقيق بتاعنا ونقلب. كل ده احنا حاطين على نار هادية بقى. تمام، نجيب كده مضرب علشان يبقى اسهل لنا ويفك معانا الدنيا على طول. هنقعد بقى نقلب كده على نار هادية خالص لغاية ما تلاقي الخليط بقى اشبه بالمهلبية التقيلة. زي ما قلنا بعد ما بنخلص السمنية والخليط يتقل معانا، بنفضي في صينية مقاس 30 مدهونة سمنة، بندخلها بنسيبها تبرد خالص حوالي 3 4 ساعات، وبعد كده بندخلها الفرن على الرف الوسطاني على درجة حرارة 180 لغاية ما تتحمر وتطلع معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. معانا اهي ده الشكل بتاع السمنية. انا عايزة ايه، عايزة احط طاسة على النار عشان نبدأ نحمر السمنية. هي خلاص استوت واتحمرت وكل حاجة، بس هي ليها يعني خطوة كمان. تعالوا بينا، طبعا لازم نقلب كويس علشان ما يكتلش معانا الخليط. بصوا ملاحظين معايا بدأ الخليط ان هو يتقل كده، خلاص زي ما انتم شايفين. بصوا معايا كده السمنية تقلت، هبتدي اصبها في صينية زي ما قلنا مقاس 30 مدهونة سمنة، واسيبها تبرد خالص خالص، وبعدين ادخلها الفرن بعد ما ادهن وشها بالسمنة وبعد ما تتحمر بالشكل ده. تعالوا ناخد كده جزء، هي كده خلاص استوت واتحمرت. بسم الله، نرفع جزء منها كده ونبتدي نقطعه مكعبات صغيرة. دي كده اخر خطوة معانا علشان نقدم السمنية. ريحة الاكل جبارة.
شايفين مكعبات عامله ازاي تحفه. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هاخد السمنه واروح على طاسه على النار عشان ابتدي اشوح السمنيه بقى كده في السمنه البلدي. احنا عايزين سكر بودر يا جماعه عشان التقديم. تمام، والمكعبات بتاعتنا ناخدها بقى نحمرها ونطلعها على طول على التقديم وهي سخنه كده ومرشوش عليها السكر البودر. نقدم فين؟ نقدم فين؟ ممكن هنا. الاكلات كلها تحفه جدا، عايزاكم تجربوها وتقولوا لي رايكم فيها ايه. شايفين ده شكل السمنيه بعد ما بتستوي، متماسكه جدا وزي الفل. اهم حاجه ما ندخلهاش الفرن غير لما تبرد تماما. يلا بينا. دي بقى بتلاقوها في باعة جائلين وناس عاملين كده نصبه في الشارع وبيعملوها وبيبيعوها وبيتهافت عليها الناس حتى زوار بورسعيد. تعالوا بينا ناخد السمنيه بقى ونقدمها. كنت المفروض احمرها اكتر من كده شويه بس شغال، يعني ريحتها هايله وطعمها بيبقى جميل جدا. عرفتوا بقى ليه اسمها سمنيه؟ عشان ما شاء الله يعني هي داخل فيها سمنه في العجينه وكمان بتتشوح في الاخر في سمنه برضو. يلا بقى نقدمها. جبنا السكر بودر، طب البدره فين؟ هينفع تجيبوها ولا صعب؟ تمام. ايوه ايوه فين؟ والله. يا سلام، ده انتوا مخبيينها بقى. ده انتوا لو قاصدين تخبوها مش هتعملوا كده. يلا، الله على الجمال والشكل اللذيذ. يلا بينا رشه كده من السكر البودر. قلبي.